هادشي اللي كيطرى بحال دابا الهضره ديال اللي قلتي على مسلم ماشي شي لا هذيك فكرت فيها هذيك هذيك فكرتي فيها واخا انت دابا فكرتي فيها دابا لا هو مسلم لا 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 شوف انا شنو قلت فلاش جبدناه خصنا ندوي على واخا حيت دار خرج واحد الانترفيو اللي فاش يتعصب ما تعرفش يدوي وانا شو انت اش قلتي قلتي انت قلتي عليه مسلم ماشي رابور مسلم بيغ ماشي رابور هادشي وانت قلتي مسلم خاصو يعتذر راه دابا بلاش انا ماشي مسلم اللي هذاك سميتو مسلم وثيرابي قول لي ما هضرناش هذاك نهضروا على الاسم الفني ديالو الاسم الفني ديالو سميتو مسلم كنسلم على رمضان وعلى برنامج قفز التيام كنسلم عليه السلام عليكم اخويا سلام اي هو السمانه اللي فاتت مسلم هضروا معاه يسولوا على الهضره اللي قلتي انت عليه انتيا قال لهم شكون هذا؟ الحليوه شكون هو حليوه؟ حليوه ولد دري حليوه حسب لي بنت حليوه ما كنعرفهاش ما نكذبش عليه لا ما كيوصلوليش هادشي اللي قال لهم هو كون قال لي صحاب ليا شي طوفيطه ولا شي مارس ولا شي سنيكرز نصحاب لي شي حاجه اخرى من غير ولد ولا بنت مازال كون صدقاش هاد لا ريبونس هاد قال لي شنو هي حليوه شنو هي طوفيطه هادي ولا شي مسكه جديده زعما حليوه زعما كان كثر يقول انه هو شي فانيده ما صدقاش يقول انه هو شي مسكه بزاف ما صدقاش بزاف مي انا الهضره اللي كنت قلت عليه ماشي كونتر لوي ولا شي حاجه غير بزاف الناس فان سيغتان طون صافي خصهم يوقفوا من غير لا جاهم واحد الفينينغ اللي فريمون خصهم يكملوا انا كان كيبان ليا اوطون كو رابور مغربي ان داك السيد خاصو دابا الاغاني ديالو خصو يبقى زوين دابا الاغاني ديالو باش تبقى زوين ديما كتوصل للسومي كتوصل للسومي صافي خاصك ما طيحش خاصك تبقى تماك دابا هو الاغاني ديالو غادي مزيان الكاري ديالو غادي مزيانه حتى هو بحال كنت حتى هو راح لارج بوبليك واحد الوقيته بغى لارج بوبليك بغى الناس كثر يسمعوا ليه وهذا الشيء اللي وقع وخدمات ليه حيت دابا انت باش تقول لي انت راه خص وصلتي للسومي خصك تحبس الكاريير شويه لا هو وصل واحد الوقيته ماشي دابا ماشي دابا في ليبوك ديالو دابا حوايج اخرين دابا حيت دابا هو الراب باقي راب مي واحد الراب واحد ماشي غير اللي كي كونت مهم كاين خاصك تراب غنجبد لك دابا فيديو ديال مسلم هنايا في هذا البلاطو هذا أيه. اول مره غيخرج ديسك تراب الا با لا شوشو ديال هذاك الشيء ما عندوش صاحبي لا شوشو فهمتيني دونك ماشي عيان من حقه يجرب يدير مي تشوف التخيك دونك ما خصكش تلعب عاوتاني لشي حاجه اللي ما تعرفش ديرها بقيتي كدير لولد سكول خاصك تبقى دير لولد تبقى دير تولي انارشيست فهمتي مش شوي كونتر مسلم فشي العيبات دارهم وصافي مؤخرا منهم واحد لابيل تليفونيك منهم بزاف العيبات داكشي علاش داك السيد خصو يوقف الراب كما داروا في نير في واحد الوقيته صافي قال لهم حنا شنغنيو البوب ما بقيناش حيت كنبقاو روا با يبقاو يعيروا فيهم شي واحد تخيك عندهم كريتيك بزاف سي لا ميم شوز مي كونتر اخر دابا واخا انت كونتر مسلم على قبل على قبل داكشي اللي كان وقع ديال لابيل تليفونيك ديال الموازين كانوا عيطوا عليه قالوا ليه ياك هذيك راه شويه الراب شويه الراب وهذيك تقدر توقع عليك انت اي واحد ديك لابيل تليفونيك تقدر اي واحد تقدر توقع عليه وما خصوش يدوي هو ما خصوش يدوي هو الماناجر ديالو خا شي حاجه هذه غيكون تفهمها وتعلمها غيكون فهمها خصو تبقى الفنان ما كيهضرش في الفلوس ياك هارون انت ما قدرتش فلوس واخا دوزك فلان يضرب فلوس هذا ما فلوس 40 مليون ها ليل بان قال لي 40 مليون بغا الدور دي كبيره المسلم دي كبيره لونسيان جينيراسيون كامله باش ما يفهمنيش غلط بنادم بدا واحد الحاجه صعيبه في واحد البلاد اللي هو الراب ما كانش فريمون كنت صعيب باش تلقى شي كاسيطه ديال شي رابور ولا شي حاجه كان صعب بزاف دونك ان غون ريسبي مي سي با ماشي فورسيمون زعما تكون نتايا غير قدم مني غنحتارمك هادشي اللي بغيت نقول صافي خص تكون كنتي كدير شي حاجه زوينه واخا انا عمري ما زكني داك السيد انا في واحد ليبوك اللي ما تنسمعش راب مغربي كنت فان ديال البيك عجبني بيضو كحل قبل كنت كنعرف اش كاين قبل البيك عرفت اش كاين بزاف ديسك بزاف ديسك ما داك السيد عمرو ما زكني هادشي اللي كاين لا ما عادي مساله الراي ديالك انت حيت قديم ولا شي حاجه وعلى الراي ديالي واخا غير دابا اللي شت لي نقطع عليك شت لي هذا هو الراب شت لي نقطع عليك هو الراب ديال الحاجه الزوينه فيه واخا انت جاتك على كانت كنت انا عندي مع هاد العيبات كاع
عجبك هاد اللعيبات انس قالوا لي لا وما بغيتش ندير فيه راسي وصافي حيت مره مره خاصك تبراش وبعض المرات خاصك تبراش المهم انت عندك حق تقول لي بغيتي عندك حق تعبر على الراي ديالك كيف ما بغيتي غير كنتمنى واحد كيتما يقول علاش استع على والو حيت كنشوفوا شي مناظر خايبين ديال الراب ديال هذا غندير ليك غنفعل ليك انا في الدرب ديالكم فين نتايا هبط فين نتا كيفاش واه اللعيبه كانت كتسطين هاد اللعيبه كانت ولا طوندونس واحد لقيتها في الراب ولا طوندونس زعما مدرسة راه في شي قنش وجدي صور لك تحت داركم انا راه انا فين كتا الصباح ولا شي حاجه فهمتي يا خاوي الهضره حليوه الهضره اللي كتقول عليا انت كنقولها لك حتى انت ما حملكش ما عنديش شي هضره زعما كنقولها لك انا سولت بزاف الناس تسمع هضره زوينه با بوكو ما غتسمع هضره زوينه نقدر نقول لك صافي 8 طون ولا 9 ما عرفش وحنا جنسمعوا المومو دونك نقدر نقول كبرنا معاك كبرنا بمومو مرحبا اخويا شكرا لا 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 شكرا سي با فاسيل تكون عندك اون كارير جورناليست بحال هكاك تبارك الله عليك بارك الله فيك اخويا نتمنى لك الخير اخويا حليوه ان شاء الله المزيد ان شاء الله وتزيدوا ان شاء الله الله يكمل لك بالخير الاغنيه غيخرج كليب نهار 2 ولا مرسل كاتلي خلاني بلا وايا انا عايز